لحم بطلت لحم. أسعار غالية طبعا، أسعار غالية جدا. مع تدهور قيمة الحد الأدنى لأجور المصريين بسبب تعويم الجنيه وتراجع قيمته إلى 50 أمام الدولار من 31 قبل شهر و16 جنيها قبل عامين، وغلاء الأسعار بشكل سريع ومتواصل، يندفع المصريون بالجملة نحو عادة الدفع بالتقسيط، ليس لشراء سلع باهظة بل ولشراء السلع على أرفف البقالة أيضا، حتى وصل الأمر لشراء الكتب بالتقسيط في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وإن كان هذا حل المصريين الحالي فإنه سيكون حلا مؤقتا قد تنجم عنه أزمة فيما بعد، فالتاجر الذي سيبيع بالتقسيط سيلجأ لرفع مبالغ فيه بالأسعار ليضمن أن يقبض سعر سلعته مستقبلا دون أن يتآكل بسبب ضعف آخر في الجنيه المصري، وهو ما يقود لدورة ارتفاعات سعرية أخرى. فهل تنجح مساعي الدولة ومشاريعها في إنقاذ اقتصاد مصر العظيم؟